طيب دلوقتي هنعرض لك صور وهنسألك عليها أسئلة. خالد بيبو، عماد متعب، فلافيو. أكتر رأس حربة كنت بتحب تلعب جنبه؟ لا انا لعبت مع خالد كتير، تمام، ولعبت مع عماد ولعبت مع فلافيو شويه صغيرين يعني. لا خالد لعيب كبير قوي يعني. انا بصراحه انا بحب لعب مع خالد، اللي هو متميز بصراحه يعني، عنده يعني هو مش راس حربه اللي هو طماع، هو راس حربه يحب يعني بيساعدك بشكل كبير. ما كانش بينافسك كمان. انا بحبه، بس انا بحب طريقه لعبه يعني. يعني بحب انا علمك انا بحب اتفرج على خالد، كنت بحب اتفرج عليه وهو بيلعب، عنده مهاره عاليه جدا، عنده ذكاء، لعيب كويس. متعب راس حربه، راس حربه رقم 9، تمام، في منافسه، في كومبيتيشن في الملعب كده وبتاع، ومع بعض كويسين. لكن طريقه لعب خالد بتصب في مصلحتي انا في الاخر، بتخدم عليك. بالظبط كده، بتخدم عليك. اوكي، جيلبرتو، سيد معوض، علي معلول، التلاته لعبوا باك شمال في الاهلي، مين لعبه كان مفضل بالنسبه لك او انت بتحب لعبه؟ انا اتفرجت عليهم يعني، طبعا يعني التلاتة مميزين جدا 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 يعني، مش قادر يعني ايه اقول مين يعني مين الاحسن، لان التلاتة بصراحة من اللعيبة الجامدين قوي في الكورة. بس طبعا يعني نهاية معلول في حتة تانية. طب هسهلها لك يعني، معلول طب خلاص اوكي. هاني رمزي، عبد الستار صبري، ميدو، احمد حسن، مين صاحب افضل تجربة احتراف قبل محمد صلاح؟ هاني رمزي، عبد الستار صبري، ميدو، احمد حسن. ميدو. بص، تجربه هاني رمزي طبعا الـ 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 الاكثر استمراريه. تمام، ليه؟ بسبب الاستمراريه مثلا؟ استمراريه كمان في انديه كبيره. يعني هو كان بيلعب في البوندس ليجا، تمام، وقعد فتره كبيره جدا 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 بيلعب في الحته دي يعني، كان عنده ثبات. الدوري الالماني دوري قوي جدا جدا جدا. ثم ياتي من بعديه في الاستمراريه احمد حسن. تمام، برضو احمد من اللعيبه اللي حافظت على لفترة طويلة جدا على مكانته. وميدو الحقيقة برضو أمه الأربع تجارب، بس أنا بشوف التجربة الأكثر استمرارية كانت تجربة هاني رمزي. طيب محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، لو بتلعب دلوقتي مين الحارس مرمى اللي يخليك قلقان وأنت بتلعب؟ يعني قلقان منه؟ قلقان بقى ولا قلقان عليه؟ لا قلقان منه. خايف يعني يعمل مشاكل، قصدي يعني لو انا بلعب قلقان منه، قصدك لو انا بلعب قلقان منه؟ لا الشناوي طبعا، يعني مش عارف هتجيبها له ازاي. لا الشناوي طبعا، الشناوي قانون واحد. الشناوي، لا احمد الشناوي، محمد الشناوي، يعني احمد الشناوي وابو جبل يعني ربنا يهديهم. محمد شريف، كهربا، شادي حسين، عايزينك توجه نصيحه لكل واحد فيهم. بص شريف، لازم يعني يبقى عندك ثقه اكبر من كده في امكانياتك وقدراتك تلعب في النادي الاهلي. لازم تشتغل بدماغك كويس قوي، مفيش راس حربه في النادي الاهلي ما بيلعبش بدماغه. لازم حتى لو ما بتعرفش لازم تحاول انك تشتغل على الحته دي بشكل كبير جدا. كهربا الفتره اللي جايه محتاج يبقى عنده جلد شويه، خلاص انت بقيت اون سبوت، اون ذا سبوت يعني زي ما بيقول. فالنهارده كل الناس هتقيمك بقى، مش هتشجعك بس. يعني في مرحله للتشجيع وفي مرحله للتقييم، انت دلوقتي في مرحله التشجيع وخلاص بتعديها، فالفتره الجايه تبقى مرحله للتقييم، خد بالك. شادي حسين، لا انت بتلعب في النادي الاهلي يا شادي، بتلعب في النادي الاهلي يعني الموضوع مختلف تماما تماما تماما. يعني كل اللي اتعلمته، يعني هاخد بس كلمه بتاعت هاني رمزي كده من فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، لما قال لهم ايه اللي اتعلمتوه بره حاجه ولا تتعلموه هنا حاجه تانية خالص. تمام، فاللي اتعلمته بره حاجه واللي المفترض تتعلمه في الاهلي حاجه تانية. انا هنهي فقرتي بالجمله والنصيحه الحلوه دي، لسه فقراتنا لسه مكمله معانا، خليكم معانا.